ومبروك علينا، مبروك على البلد كلها اننا معانا النهاردة عربية بمنتج محلي من هيونداي إيلانترا اي دي. متشكرين جدا. شكرا مهندس رامز. ويمكن زي باشمهندس ما قال انه هي فعلا رحلة طويلة وكبيرة، وشراكة هاينداي وعلامة هاينداي مع جي بي اوتو ايضا هي رحلة كبيرة وطويلة. عشان نحكي عنها اكتر خلينا دلوقتي ارحب بالاستاذ فادي محسن نائب الرئيس التنفيذي لهاينداي بشركة جي بي اوتو. تفضل. مساء الخير جميعا، يعني مبسوط بوجودكم معنا النهاردة، بجد شرف لينا وفرحان دايما ان انا اشوف كل الانفلونسرز وشباب التجار بتوعنا موزعين معتمدين كلهم ناس يعني بصراحة ممتازين وفعلا فعلا شركاء نجاح طول الوقت. هاينداي بقالها في مصر اكتر من 30 سنة. خلال ال 30 سنة دول احنا تصدرنا مبيعات سيارات الملاكي لاكتر من 16 سنة، ويمكن لأول مرة أصلا في تاريخ السيارات في مصر إن إحنا يبقى عندنا 14 سنة متتالية من الصدارة في السوق المصري. ده كله جه من مقومات نجاح. مقومات نجاح دي حصلت بسبب إن عندنا أكبر شبكة بيع وخدمات ما بعد البيع، دايما عندنا قطع غيار عربياتنا حتى لأقدم الموديلات اللي موجودة كل قطع غيار دايما موجودة فيها، طبعا شبكة الموزعين أكتر ناس نقدر نعتمد عليهم في كل الأوقات، وخدمات ما بعد البيع من الناس بتوع جماعة after sales. كمان عايز أقول أن العربية الإلانترا الإي دي تحديدا بعنا منها 20,000 عربية من النسخة المستوردة، يعني أقدر أقول 20,000 عميل خدها وحبها والردي. فقررنا نكمل قصة النجاح دي، نقول قصة النجاح دي نجمعها في مصر هنا جي بي أوتو وبريما، ونكمل بيها 4-5 سنين جايين ان شاء الله من النجاح، وان احنا نبسط عملاء بتوعنا بيها. كمان قررنا ان العربيات ان شاء الله كلها تبقى موجودة خلال 3 فئات بس، مش هنعمل اكتر من كده عشان خاطر تسهل الاختيار على العميل. عربيات كلها دايما فيها دول ارباج واي بي اس، ودي حاجة مهمة جدا عندنا ان نضمن دايما بن ابليفت براند. كمان الهاي لاين موديل العربية اللي موجودة معانا النهاردة دي فيها اوبشنز جديده احنا ما كناش عاده بنقدمها، يعني مثلا زي دول كنترول اي سي، زي فرونت ريد باركينج سنسرز، تاتش سكرين كاميرا، كل الحاجات دي بقت موجوده النهارده في العربيه اللي مجمعه محليا. يعني عايز اقول ان السعر بقى جه وقت السعر، فعربيه البيز لاين تبتدي من 890,000 جنيه، الميد لاين 950,000، والتوب لاين 1,050,000. هقول تاني، حاضر. بيز لاين بتبتدي من 890,000، والميد لاين 950,000، والتوب لاين 1,050,000. طبعا احنا بنحاول دايما ان احنا نقدم سعر منافس جدا قدام الكومبيتيشن بتاعتنا في السوق، واتمنى دايما ان انتوا تبقوا مبسوطين من الاسعار وسياسه التسعير بتاعتها. في الاخر حابب اشكركم مره تانية، اشكر شادة الموزعين، اوتوموتيف انفلونسرز، وكل فريق العمل اللي موجود معانا النهارده. اشكر فريق التصنيع اللي استضافنا معاه، وفريق التسويق اللي ما نامش تقريبا طول الليل. شكرا جزيلا ومبسوط بيكم. شكرا.